ولو كان مثلا ساعدتنا القوة الإقليمية والله كذا كنا رايك. حتى احنا عندو كيف كابل كيف طالبان محاصرين العيون بكل الاتجاهات وما خاص المغرب في ما ينسحبوا تو بشكل كامل. الثاني يقول لهم تغير المصير، اذا اليوم انت تقول لي تغير المصير وتقول لي الاستغلال وانت قاعد لي انا تشرب اتاي مهما كان المسؤول والله كذا تشرب اتاي وتقيس لي الفنادق في اوروبا، هذا ما هو اللي يجيب لك تغيير المصير وهذا ما هو اللي يجيب لك الاستغلال. الاستغلال وحق وعود كيف مثلا حركة، احنا نضربوا حركة الطالبان لان حركة الطالبان اليوم هي مثل قيادتها مع شعبها وفي خطوط الامامية فهمت، ورغم قلة عتادهم ورغم قلة مسائلهم يقر شوف منين لحقوا شوف منين وصلوا. اذا نحن مولي نفس الشيء، نحن نفس الشيء قادين نديروا مناوشات متينة او امتن من ذي ويعني ونمشوا في هذا الهدف في هذا والموارد المالية اللي عندنا نوقف كل شيء، الموارد المالية اللي عندنا نوظفها لا في التسليح وفي تطوير قدرات التسليح من خلال الطاقة البشرية ومن خلال هذا رأيك هو اللي يقدم هو حق اللي يعطي الصح حق نتيجة. انت رأيك الله صح علينا نقول لا شبر شبر لا شبر واحد يقضوه لا شبر يحره مثلا، هذا ما عندك عنه نقد احنا نطبل عليه من هون الى نهار ما الصبح. وحتى قاع الناس اللي ضدنا والله كلام سكتوها لاننا عليه لاننا عندنا ميدانيا مسيطروا، وهذا 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 صراحه ما يجيب الرقاد يجيب الخطط ويجيب ياسر وبياسر وبياسر. بالتالي الاحرار كاملين خاصهم يعتبروا نحن كاحرار كاملين يعني ما فتناش برنا حل القوه لكذا، انا خاصنا نعتبر من طالبان امنت بحقهم كانوا قابضين يا ويلهم، جاتهم القوة الإقليمية العالمية احتلتهم شردت أرضهم تراجعوا حق ضعفوا فترة من فترات غير ما استسلموا أبدا، مآمنين بذاك مشروعهم وتموا مآمنين به من رجعوا بقوة. راهم اللي ما عطوا ما جابوا هكاك طالبان راهم مات لهم أكثر من 40,000، راهم عطوا شلالات من الدماء وضحاوا ياسر ياسر من التضحية طالبان. هذا طلعتكم فيه أي بايقة من الدم وبايقة من العمليات الاستشهادية وبايقة من العمليات وبايقة ما جاتهم بالدم ولا جات ما جاتهم غصد بالرقاد ولا جاتهم حقهم يقال حق جابوه بقوتهم إيمانهم بالله عز وجل ثم توكلهم عليه ثم يعني داروا الأشخاص المناسبين في المكان المناسب شو ما يلاحظوا. نحن أيضا خاصتنا رجالة هذا الزمان، رجال قوة جسدية قوة عقلية أقوياء في التنظير أقوياء حتى في الميدان، هذاك هو اللي ينوض بالمشروع وهذاك هو اللي يحيي. نحن اليوم خاصنا نقوي الجبهات الداخلية وتعود قيادة تجمع ما تفرغ وقيادة تجعل من المعارض صديق وتجعل من الرأي الآخر قاعدة نذن بها وتجعل من يعني من كل السدود صح حق ونعود حازم ونعود انا هو الاول في الميدان. من نقول لهم الحرب انا الاول في الميدان، كلمه له نقولها في المناطق المحرره، كلمه له نقولها فك القدام تعود مثل يحتذى به، يا عملك تخطى قدرون يا عملك تعود مثل الموت قال لا عند الله يا غير. هذا هو اللي ومنين تعطي ومنين يعود القياده يعطي ولو قياده الطالبان الان اولادهم كاملين معاهم كاملين في الجبهات اولادهم واللي منهم مات انا واللي سابق نديرو قدامي من نعود بالغ وقدر هذا هو اللي يبني وله من اجل مناصب وله من اجل دنيا وله من اجل. ودرس طالبان خاص الصحراويين يتعلموا منه، طالبان اليوم خاص الصحراويين يتعلموا منه، وطالبان معلوماتكم الشخصيه راهم ما يدعمها حد ولا اعطي حد شيء. منبوذه كانت منظمة إرهابية عادت اليوم يفرض عليها تفرض هي كلمتها وقولها وعادت مسيطر على الأرض كامل نسبة 90%، وعادت هي الشروط هي اللي تدير شروطها والمفاوضات هي اللي بغات هي. إذا صراحة عامل القوة عامل الحق لا بد له من قوة. الصحراويين والله إلا عندهم الحق والمغرب تخالي عليهم حق بعض غير كيف تاش له ينتصروا بالقوة، هذا حقهم يقدر ينصروا بقوتكم بالسيف كيف قلت اليوم على انه الشريعة الإسلامية والخلافة الإسلامية حق هي كتاب سنة كتاب وهذا هي غير ملي ما جات بالرقاب جات بالسيف. الكتاب ونهدي
ضبطت الكتاب زين وكما بغيت لخالق السيف، وانتشرت الخلافة الإسلامية اللي لحقت الأندلس ومشات ومشات. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، والله سبحانه وتعالى تكلم عن الجهاد لأنه 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 ما هي سهل على أنك تعطي نفسك الموت، خاصك جهاد، يعني النفس أمارة بالسوء، النفس يرجع لها منزلة عظيمة. وبالتالي المؤمنين آمنوا بالله بهم قوة الإيمان ما تلقى غيرها في الدنيا. وحتى من اللي ماشي، نقول لكم أراني هون نتكلم عليه، يعني الخلفية الإيمان المسلمين، خليني من اللي مآمن بشيء ثاني نقول لك لا، كمثال بسيط شو من اللي لحقوا. إذا حتى الصحراويين باغين حقهم، خصهم حتى هم يعطوا الغالي والنجيس، القيادي بولاده بالجنود بالقاعدة باللي صغير باللي كبير، الناس كاملة يعد عندها ذاك الحمل نفس، ولا تعد خالق فيه اختلالات، تعد المساواة والعدل ذاك كامل فيه. طالبان قليلي الكلام كثيري العطاء والعمل، وكيف قلت على انه واول واحد هم اللي يلغي حتى قيادتهم، وراني لاحظت هم اللي حتى في قيادة المقاومة الفلسطينية، على انه اول شيء في خطابه، لاحظوا معايا ولاحظوا تشوف خطاباتهم، اول شيء يقول لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ويبدا دائما يصلي على النبي، دائما يبدا بالحمد لله، يعطيك الخلفيه الاسلاميه المتشبع بها، يعطيك يعني دينه على يعني قيمه هو خلفيته هو اولا بالصلاه على النبي وبالحمد لله في خطاب. هذا راه عنده دلالة كبيرة في علم الخطاب دائما. وبينما نحن قاع قيادتنا ان تعطيهم الواحد المايك وكذا، الا يقوموا مسربح طا 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 طا، ما يسمي، ما يقول الحمد لله، ما يقول على بركة الله، ما يقول اللهم صل وسلم على سيدنا، بالتالي قاع ما هو قاع شيء واضح. بالتالي حتى ترجعوا الى دينكم، سلط الله عليكم ذل حتى ترجعوا الى دينكم، هذا بالحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد نحن شعب مسلم، وخاص تعود توجهنا إسلامي إسلاميكو، وخاص تعود رؤيتنا مسلمة إسلامي، فهمت؟ هذا هو اللي خاصنا، نحن مسلمين من أهل السنة والجماعة، ولا عندنا طوائف ولا عندنا أي شيء سهو شنو. إذا خلفية الإسلامية خاصنا دائما نتشبعوا بها، خاصنا دائما هي اللي نقدمه، وتظهر في خطابنا وتظهر في كلامنا وتظهر حتى في رؤيتنا للمواضيع. هذا هو باش ينصركم الله، وان تنصروا الله فلا غالب لكم. حكم الطالبان، وبالتالي اصبحت دوله تحكم طبعا بدستورها اللي قائم على الشريعه وبديولوجيتها الى اخره. غير هذا ما جاء من نتاج، ما جاء من التنظير اللي نحن تقريبا اغلبيه رجلينا وحل فيه، والله ناسنا.